أرحب بكم مشاهدينا الكرام في تغطية خاصة ومباشرة عن العمليات الأخيرة، عمليات الوعد الصادق الثانية التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية على العدو الغاصب والغاشم الكيان الصهيوني. سيكون معي في هذه التغطية الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ قاسم الغراوي. مرحبا بحضرتك أستاذ قاسم، أهلا بجنابك. والمحلل السياسي من لبنان عبر سكايب الأستاذ عدنان عملوش، مرحبا بحضرتك أستاذ عدنان. مرحبا بكم، أهلا بجنابك. أستاذ قاسم، أبدأ مع حضرتك وأسألك عن كيف رأيت قوة الرد الإيراني ليلة أمس، وما تأثير هذا الرد وأبعاد هذا الرد؟ وأيضا الحرس الثوري الإيراني أكد بأن هذا الرد هو جزء بسيط من إمكانيات أو الإمكانيات العسكرية والصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم، أكرر ارتحاب بكم وإدارة القناة ومتابعكم الكرام وإلى ضيفكم العزيز في لبنان. واقعا لا يمكن يعني التغاضي عن القوة العسكرية والأسلحة المتطورة التي تمتلكها جمهورية إيران الإسلامية، وقد أثبتت ذلك يعني في الوعد الصادق رقم 1 اللي كان انتقاما لما قام به الكيان الصهيوني باستهداف ممثلية جمهورية إيران الإسلامية في سوريا. واليوم طبعا وكما أكدت جمهورية إيران الإسلامية بأنها تحتفظ قبل شهر تقريبا تحتفظ بحق الرد، باعتبار أنه الشهيد هنية تم اغتياله في جمهورية إيران الإسلامية، وبالتالي تحتفظ بهذا الحق. ولكن التأخير جاء بفعل الوساطات أنه على أساس أنه تتوقف قليلا حتى تتم يعني الوصول إلى نتائج مرضية والتفاوض والوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة. ولكن هذا الصبر الحقيقة الاستراتيجي الذي تمتع به حكومة إيران الإسلامية ما لبث أن انفجر، وباعتبار أن كل المؤشرات وكل التوجهات وكل المسارات لا تبشر أن هناك نهاية لهذه الحرب. وبالتالي أيضا بنفس الوقت يعني قوة الرد وطريقة الرد، نعم، هذه المرة تختلف عن العمليات، نعم، في الوعد الصادق الأولى. حتى نوع الأسلحة اللي استخدمتها هي صواريخ فرط الصوتية اللي هي تتجاوز يعني سرعة الصوت الطبيعية المقررة، بحيث لن تستطيع القبة الحديدية أن تصد هذه الصواريخ. وكانت أقوى، واعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية حيث قالت ما كنا نتوقع أن هذه الضربة بهذا التأثير وبهذه القوة، وهي تختلف عن الضربة الأولى. هي طبعا رسالة واضحة أنه أي تجاوز أو أي تمادي من قبل نتنياهو بالتجاوز على لبنان وعلى فلسطين وعلى حتى محاولة التفكير في ضرب جمهورية إيران الإسلامية، فإنها ستجد ضربة أشد إيلاما. يعني هل غيرت الجمهورية الإسلامية لهجتها وقوة ضرباتها خلال هذه الفترة بعد تجاوز الكيان الصهيوني للخطوط الحمراء واغتيالاته بطريقة جبانة والكثير من الأساليب المتبعة الرخيصة؟ هي ليس هذا فقط حقيقة، ولكن يعني أعطت زخم معنوي ودعم معنوي للمقاومة في جنوب لبنان والمقاومة في اليمن والمقاومة في العراق. أعطت زخم وأعطت مد معنوي وأعطت قوة لمواجهة الكيان الصهيوني. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية، نتنياهو الحقيقة كان يعني يعيش الزهو باعتبار اغتيال قيادات من حزب الله وهو ينوي غزو يعني جنوب لبنان، فجاءت الضربة لتكسر يعني شوكة هذا الزهو الذي يتمتع به، نعم، نتنياهو في هذه الأوقات العصيبة. هذه النقطة مهمة جدا. إذا تسمح لي أستاذ عدنان، أسألك كيف أثرت عمليات الوعد الصادق الثانية ليلة أمس المتمثلة بقصف الجمهورية الإسلامية على تل أبيب، كيف أثرت على معنويات أبطال المقاومة المنتشرة في الشرق الأوسط، في سواء كان في لبنان وفي اليمن والعراق وحتى الجمهورية الإسلامية؟ تفضل. نعم، حياكم الله. بدون شك أن ما قامت به أو ما قام به الحرس الثوري الإيراني أمس ليل أمس تجاه الأراضي المحتلة الفلسطينية بين مزدوجين إسرائيل وتحديدا المدن الرئيسية تل أبيب وغيرها، بدون شك عاد الروح إذا صح التعبير إلى أولا إلى بيئة المقاومة التي كانت تحت الضغط. تقريبا هناك كان شبه إحباط عند جمهور المقاومة في لبنان،
نتيجة عمليات الاغتيال التي قادت قيادات الصف الأول العسكرية والأمنية، وآخرها اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله. بالتالي وصلت الأمور إلى مرحلة من الإحباط وانتظار الرد الإيراني، إلى أن جاء الرد المفاجئ بتوقيته ليطال هذه المدن الإسرائيلية بهذا الشكل العنيف والقاسي جدا، ليعيد هذه الروح إلى أولا البيئة، بيئة المقاومة وجمهورها، وثانيا إلى، وأظن طبعا إلى كل من يدعم المقاومة في معظم الدول العربية، لا سيما في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين. وقد تابعنا وشاهدنا فرحة الفلسطينيين لا سيما في غزة بهذا الإنجاز الكبير. طبعا انعكس هذا أيضا على معنويات المقاتلين والمجاهدين في صفوف المقاومة، لا سيما المرابطين على الحدود، المتاخمين على الحدود مباشرة وعلى تماس تمام مع الحشود الإسرائيلية في الجانب الآخر من الأراضي المحتلة، لا سيما المناطق التي شهدت ربما محاولة دخول جس نبض من قبل قوات الاستطلاع والكوموندوس الإسرائيلية، لا سيما وحدة إيجوز المعروفة بأنها قوات خاصة عادة ما تستطلع جغرافيا المواقع والأماكن التي تنوي الدخول إليها المدرعات والدبابات، وهذا ما شاهدناه أساسا في عام 2006 خلال الحرب الشهيرة أيامها. والصدمة الكبيرة كانت لهم هذه المواجهة التي لم تكن متوقعة بهذا الحجم. حجم الخسائر كان كبير، المعلومات الأولية تشير إلى 8 قتلى، معظمهم من ضباط الصف الأول بوحدة إيجوز الخاصة. هذه الوحدة التي تتميز بأنها كوموندوس إنزال جوي وكوموندوس دخول بري، وعدد كبير من الجرحى تجاوز 40 جريحا. وقد تابعنا وشاهدنا بالصور والفيديوهات التي وصلت عملية نقل الطائرات المروحية لهؤلاء. أستاذ عدنان، هناك تعتيم كبير على حجم على حجم الخسائر، بل شكلت نقلة نوعية في مسار المعركة. هناك تعتيم إعلامي كبير على حجم الخسائر داخل الكيان الصهيوني، سواء كانت الخسائر بشرية أم مادية، بنى تحتية، طائرات وغيرها. ب250 صاروخ، ماذا تتوقع أن أحدثت داخل الكيان؟ من دون شك يعني قوة الصواريخ الباليستية، على ما علمت بأن هذه الصواريخ الفرد صوتية تتميز بسرعتها الكبيرة جدا، التي فشلت معظم منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي بإسقاطها، نظرا لأنها صواريخ فرد صوتية، وهذا عامل مهم. وثانيا تتميز بالمسافات أكثر من 100 كيلومتر تقطع هذه الصواريخ، وتتميز أيضا بالرأس المتفجر التي تحمله، زينته تقريبا ما يزيد عن 100 كيلوغرام من المتفجرات. وبالتالي لا شك أثرت بشكل كبير، باعتراف أو ببعض المعلومات التي سربت من داخل بين مزدوجين إسرائيل، والتي قالت أن هناك دمار كبير جدا، طال منازل وطال المطارات العسكرية، لا سيما المطار نبتيم الذي طالته أكثر الصواريخ أكثر من غيره، وأيضا أماكن عسكرية وبنيان عسكرية. هناك بعض، قيل أن هناك بعض المصانع التي تهتم بصيانة الطائرات العسكرية أيضا أصيبت نتيجة سقوط هذه الصواريخ. مشهد الصواريخ وهي تتساقط يعني على المدن والمواقع الإسرائيلية كان مشهد فعلا يعني يفرح القلب، وبالتالي لا شك أثر بشكل كبير على البنية التحتية لبعض المواقع التي استهدفتها هذه الصواريخ، علما بأن إيران ربما أشار بعض مسؤوليها بأن هذه الصواريخ تعمدت استهداف المواقع العسكرية ولم تستهدف أماكن مدنية. هذا ما سمعناه من مصادر إيرانية رفيعة على ما ذكر بوسائل الإعلام. على كل الأحوال المشهد كان ممتاز جدا، جيد جدا، أعطى معنويات، أثر سلبا على معنويات القيادة العسكرية الإسرائيلية والقيادة السياسية. لاحظناهم اليوم يعني سربت بعض الصور للإعلام حول الاجتماع الذي عقده نتنياهو مع قادته العسكريين، كان الوجوم ظاهر على وجوههم نتيجة المفاجأة، أولا نتيجة فشل منظومة القبة الحديدية والدفاعات الجوية الإسرائيلية، ونتيجة حجم الدمار والتأثير الكبير لهذه الصواريخ على الكيان. إذا تسمح لي أستاذ عدنان، أستاذ قاسم، ما تأثير هذه الضربات
عسكريا واقتصاديا التي تلقتها تل أبيب ليلة أمس؟ نعم، واقعا للأسف يعني الإعلام عموما يعني بصورة عامة وحتى الإعلام اللي يطبل الكيان الصهيوني وحتى الإعلام العربي للأسف لم يسلط الضوء على الخسائر التي من بها الكيان الصهيوني، ولكنه يسلط على الخسائر ويسلط الضوء على كل يعني تفاصيل ما يدور في لبنان أو في فلسطين، ولكن للأسف وكأنما الكيان الصهيوني لم يتعرض لاهتزازات، لم يتعرض إلى خسائر، لم يتعرض إلى يعني تدمير في كل البنى التحتية. طبعا يعني هذه الصواريخ ليست سهلة، وأيضا القصف المقاوم بصورة عامة من قبل يعني جنوب لبنان يعني وكذلك من اليمن وكذلك من العراق، والضربة الأخيرة من جمهورية الإيران الإسلامي حقيقة استهدفت أماكن عسكرية، مواقع عسكرية، مطارات ومواقع عسكرية وثكنات ومواقع استخبارات وما إلى ذلك. ولكن بالمجمل تأثيرات الحرب بصورة عامة على الداخل الكيان الصهيوني كثيرة، منها يعني التضخم، منها إيقاف المعامل، منها توقف السياحة، منها البطالة، منها يعني الدعوة إلى الاحتياط، منها رؤوس الأموال يعني خرجت، منها الهجرة خارج إسرائيل، منها ترك المستوطنات والعيش في قريب الملاجئ. الكثير من الأمور الواقع تعطلت، والكثير من الأمور لم تكن تسير بالوضع الطبيعي باعتبار هناك صواريخ متتالية من كل الجبهات، هناك خط نار متواصل. الضربة الأخيرة لجمهورية الإيران الإسلامية يعني أكدت بما لا يقبل الشك أنه إيران قادرة أن تصل إلى أي مكان، وبدليل حتى التحذير اللي يرافق هذه الصواريخ من جمهورية إيران الإسلامية فيما كان تصريح واضح فيما لو حاول الكيان الصهيوني بالتجاوز أو ضرب جمهورية الإيران الإسلامية سيكون هناك ضربة قوية ماحقة ومؤثرة وفاعلة في الداخل الكيان الصهيوني. وهي طبعا جادة فيما تقول، لأنهم حينما أعطوا هذه الفرصة للمفاوضات حتى تسير باتجاه تحقيق أهدافها وهو إيقاف الحرب على غزة لم يتوصلون إلى هذه النتيجة. إذن موقف جمهورية الإيران الإسلامية، موقف المقاومة تبقى تضغط بهذا الاتجاه، وستكبد الداخل الكيان الصهيوني خسائر كبيرة، وبالتالي سيكون هناك ضغط على نتنياهو في هذا المجال، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب تقف إلى جانب الكيان الصهيوني. والغريب في الموضوع أنه أمريكا تكيل بمكيالين في الوقت الذي تقول نحن ضد التوسيع الحرب ولكننا نقف مع الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه. طيب إذا كنت ضد توسيع الحرب ولا تريدون الحرب أن تستمر، لماذا لا تضغطون على نتنياهو لإيقاف هذا الحرب والزعف تجاه لبنان؟ برأيك هل سيقتصر الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني فقط في منظومات الدفاع وعمليات الدفاع عن الكيان، أم يمتد لأكثر من ذلك؟ لا طبعا يعني تحدث اليوم وأمريكا مقبلة على انتخابات بعد شهرين. نعم، الموقف حقيقة يعني موقف الولايات المتحدة الأمريكية لم يتغير نهائيا، سواء تغير الشخص المعني في يعني على رأس الهرم في السلطة سواء ديمقراطي أو جمهوري، هو الموقف واحد تجاه الكيان الصهيوني. وكل ما هناك صارت ضربة على الكيان الصهيوني بدأت المساعدات إلى الكيان الصهيوني من قبل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وما ذاك. الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة توجد لها يعني قوات ما يعادل تقريبا 40,000 متوزعة في المنطقة بين القواعد وعلى ظهر السفن الحربية وفي القواعد. على سبيل المثال عندك يعني بس في العراق مثلا 2500 مقاتل بحجة محاربة داعش، وكذلك موجود 900 في سوريا، كذلك موجودين في الكويت 13,500، موجود القواعد في البحرين وفي الإمارات وفي قطر وفي السعودية وفي مصر وفي الأردن وفي العراق وفي جيبوتي وفي تركيا. إذن هي القواعد متمركزة حقيقة في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها يعني منطقة مهمة أنا أسألك، إذا أرادت أمريكا أن تدعم الكيان الصهيوني وبشكل مباشر، عليها أن تجازف بمصالحها الكبيرة في المنطقة المنتشرة في الشرق الأوسط، وتجازف في الكثير من الأمور الأخرى، وكما ذكرت لحضرتك هي مقبلة على انتخابات مهمة جدا. وعلى هذا الأساس جاء تهديد جمهورية الإيران الإسلامية، قال في حالة إسناد الكيان الصهيوني والدخول إلى جانبه في الاعتداء على إيران سوف يكون ضمن الأهداف المرسومة لقصفها. إذن هي تحذر الولايات المتحدة
في الدخول معا مع الكيان الصهيوني، ولكنها في الوقت الذي قصفت جمهورية إيران الإسلامية الكيان الصهيوني أعطت إيعاز بصد هذه الهجمات فقط، ولكنها لم تشارك، مع كونها أرسلت رسالة واضحة إلى جمهورية إيران الإسلامية بأننا لا نستطيع أن نكبح جماح نتنياهو تجاه المنطقة، وأيضا حملت رسالة إلى الحكومة العراقية بأننا لا نمانع فيما لو قام نتنياهو بقصف مقرات الفصائل المسلحة في العراق. إذن هو ضوء أخضر حقيقة، وكذلك الضوء الأخضر تجاه جنوب لبنان، قال نحن نعتقد لا نتمنى أن يطول بقاء القوات الكيان الصهيوني في جنوب لبنان إلى مدى فترة طويلة. إذن أيضا يعطي هو انطباع أو ينطي إشارة خضراء للقوات الكيان الصهيوني بالسير نحو جنوب لبنان. أعتقد هذه الإشارات ربما يعني هي مجرد إشارات، ولكنها بالنتيجة تصريح دائم، نحن نحافظ على أمن إسرائيل ونقف مع إسرائيل. ومع هذا أعتقد لن تجازف الولايات المتحدة الأمريكية بضرب يعني إيران، باعتبار أن إيران والفصائل ستتناول وستقصف جميع المواقع الموجودة المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط. ممتاز أستاذ عدنان. في أوقات الحروب تتغير المواقف، هل من الممكن أن تجازف الولايات المتحدة وتدعم الكيان الصهيوني دعم مباشر وتشترك معه في حال حدثت الحرب لا سامح الله بمصالحها التي تحت مرمى المقاومة في الشرق الأوسط؟ يعني بدون شك نتفق جميعا بأن ربما قوة إسرائيل العسكرية قائمة على الدعم الأمريكي الواضح. مؤخرا بعد اندلاع الحرب في الأسبوعين الماضيين كلنا تابعنا عملية إرسال أو بالأحرى الإعلان عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بمبلغ 8.7 مليار دولار. هذا الدعم يشمل طبعا دعم العسكري وغير العسكري، وبالتالي إسرائيل التي تعتبر ربيبة الولايات المتحدة الأمريكية، قوة هذه وتفوق إسرائيل قائم نتيجة هذا الدعم الغير محدود للولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل. أنا برأيي بأن الموقف الآن، الموقف الأمريكي المشارك للجيش الإسرائيلي بهذه العمليات العسكرية من خلال تواجد حاملات الطائرات في البحر المتوسط قبالة الشواطئ اللبنانية، وطبعا البوارج العسكرية التي تنتشر على طول هذا الشاطئ، هذا الوجود العسكري الأمريكي وهذه المشاركة، أنا برأيي هناك مشاركة للطائرات الأمريكية، حتى أنني أعتقد وأظن بأن وأميل إلى أن من قصف مقر السيد حسن نصر الله هي الطائرات الأمريكية، وأن السلاح الذي استعمل، الصواريخ التي أطلقت من هذه الطائرات، هي صواريخ أمريكية وليست إسرائيلية. وبالتالي هذا الموقف بات واضحا وجليا. أمريكا وضعت شعار ممنوع إسرائيل أن تهزم، هذه هي المواجهة التي تنتظرنا جميعا. سؤالك بالنسبة لسؤالك حول إمكانية يعني تضحية إذا صح التعبير بين مزدوجين الولايات المتحدة الأمريكية لمصالحها نتيجة هذا الدعم، طبعا هذا الموضوع يعني تتوقعه أمريكا، لكن دائما ما تعتبر بأن المصالح الكبرى من خلال دعمها لإسرائيل تسقط أمامها إمكانية حدوث بعض العمليات من هنا وهناك تجاه مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. أنا برأيي أن الأمور أو الدائرة الواسعة التي تنظر منها الإدارة الأمريكية لهذا الموضوع لا تأخذ بعين الاعتبار كثيرا يعني إمكانية ضرب مصالحها من هنا وهناك في هذا البلد أو ذاك، إذا ما طبعا نظرنا إلى المشروع الكبير التي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل هو السند الأساسي أو المنطلق الأساسي لدعم هذه المصالح الأمريكية في المنطقة، وبالتالي واجب تعتبر أمريكا واجب، هناك واجب بالدفاع عن إسرائيل، ناهيك عن وجود منظمات الإيباك وغيرها في داخل الإدارة الأمريكية والتي تدير إذا صح التعبير هذه السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها دعم الكيان الغاصب. قوة الجمهورية الإسلامية التي أثبتتها ولو بجزء بسيط منها حسب تصريحات الحرس الثوري بأن هذه الصواريخ هي جزء بسيط من منظوماتنا الصاروخية،
هذه القوة وأيضا فشل القبة الحديدية والبارجات الأمريكية وحاملات الطائرات المنتشرة في الشرق الأوسط، ألا يجعل هذا بالإضافة إلى قوات المقاومة وجبهات المقاومة المنتشرة في الشرق الأوسط، هذا الأمر ألا يجعل العدو والولايات المتحدة معا أن يفكرا ألا يذهبا باتجاه الحرب المباشرة؟ هذا سؤال جيد. بالمناسبة بطبيعة الحال كل الأطراف، معظم أطراف النزاع القائم حاليا يفكرون بهذا الأمر، وبالتالي يدرسون إمكانية توسيع أو توسعة هذه الحرب في حال كان الرد الإيراني على الرد الإسرائيلي، إذا حصل ومن المتوقع أن يحصل، فإذا كان الرد الإسرائيلي رد كبير جدا، لا سيما إذا ما كان يستهدف المفاعل النووي الإيراني، فأننا أمام حرب واسعة بدون شك، وهذا ما أعلنه طبعا أعلنته الجمهورية الإسلامية في إيران. أنا برأيي حتى الولايات المتحدة الأمريكية ربما بعد أن ضربت إيران هذا الكيان أمس، لا شك حصل اتصال وتواصل بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، وبالتالي درسوا إمكانية الرد بدقة حتى لا تصل أو تنفلت الأمور من يديهم ويكونوا أمام مشهد حرب واسعة، وهم بالطبع يأخذون بعين الحسبان هذا الكم الكبير وهذه النوعية الكبيرة من الصواريخ الإيرانية، والتي أثبتت أمس أنها أفشلت القبة الحديدية وكل منظومة الدفاع الإسرائيلية. من هنا ربما سمعت تصريح لأحد الشخصيات العسكرية الإسرائيلية يقول بأننا سنرد على إيران بعنف، ولكن بطريقة لا تحدث أو لا تدفع باتجاه اندلاع حرب واسعة. وبالتالي يبدو أن الأمريكان والإسرائيليين يدرسون هذا الأمر بدقة وحساسية حتى لا تنفلت الأمور ونصبح أمام مشهد حرب إقليمية واسعة لن تكون فقط إيران طرف فيها، إنما دول أخرى في المنطقة. نعم أستاذ قاسم، أعود لحضرتك، في حال اندلاع الحرب الجميع سيتأثر، هل هناك دعم أمريكي للكيان الصهيوني بالذهاب بهذا الاتجاه حسب رأيك؟ طبعا اليوم كان اجتماع جلسة طارئة المتحدة، تابعت خطاب العراق وخطاب لبنان وإيران وكذلك سوريا، حملوا الولايات المتحدة الأمريكية يعني المسؤولية عما يجري في المنطقة واقعا، باعتباره يقف مع الكيان الصهيوني ولا يستطيع إيقاف تهور نتنياهو تجاه المنطقة. وحضرتكم تابعتوا وغطيتوا الاجتماع قبل يومين على مستوى رفيع للدول العالم، كان نتنياهو يظهر خارطة يقول فيها هذا محور الشهر، محور الشهر العراق وجمهورية إيران الإسلامية واليمن وسوريا، ومحور النعمة ويقصد بها مصر والسعودية والدول المطبعة. وأيضا عند تصريح آخر يقول نحن أمام شرق أوسط جديد، إذن هو لا زال يفكر بهذه العقلية، بعقلية التجاوز على يعني سيادة الدول، ضرب هذه الدول، يحاول احتلال أجزاء من هذه الدول، لا يوجد رادع. المنظومة الدولية للأسف فشلت في إيقاف هذا الزحف وفي إيقاف هاي العدائية تجاه البنى التحتية، تجاه الشيوخ، تجاه الأطفال، تدمير فلسطين ومحاولة تدمير الزحف باتجاه لبنان لتدمير كذا. يعني أمريكا بصورة عامة هي تقف يعني خلال تصريحاتها هي ضد توسيع الحرب، ولكنها تقف مع حماية مع إسرائيل، كان الصهيوني في حماية أمني ووجودي، إذن هي تدعم كل نشاط يقوم به الكيان الصهيوني تجاه لبنان، تجاه العراق، تجاه سوريا، تجاه جمهورية إيران الإسلامية، تجاه اليمن. لاحظتوا حضراتكم ضرب ميناء الحديدة، ضرب دمشق، ضرب بيروت، دمر يعني فلسطين، واعتقد هو يهدد بضرب منطقة الشرق الأوسط، لم يعين منطقة الشرق الأوسط أين هي. نعم. هل يقصد هو في العراق، يقصد إيران، يقصد هل سوريا؟ هل تتوقع أن يتجرأ الكيان على رد الضربات الإيرانية ليلة أمس؟ وماذا يحصل بعدها؟ لأن التصريحات الإيرانية الأخيرة أكدت أنه سياستنا بالردود ربما تغيرت تماما، تحملنا وضبطنا النفس لأكثر من لفترة ليست بالقصيرة، لكن هذه المرة الأمور ستكون مختلفة تماما. نعم، كان يعني الصبر طويل حقيقة حتى لا تتعرقل الأمور، مفاوضات بين حماس والكيان الصهيوني، وضع النقاط على الحروف. وعادة يعني كم مرة تتوسط قطر ومصر في هذا الجانب،
وينقض هذا الاتفاق، قريبا أن يتم الاتفاق ينقض نتنياهو ليفرض شروط جديدة على حماس. واقعا بقت يعني إيران بهذا الصبر الطويل باعتبار حتى لا تعرقل هذه المفاوضات وبالتالي الوصول إلى نتائج مرضية للفلسطينيين، ولكن للأسف نتنياهو بقى في غيه وبقى في عدوانه، إذا فقدت صبرها إيران وضربت يعني العمق الإيراني. واقعا إيران ثابتة على موقفها ودعم قضية فلسطين ودعم قضية لبنان، وإذا تجرأ الكيان الصهيوني ربما يتجرأ، ولكنه لا لن يتجرأ لضرب أهداف حساسة في إيران، ربما في مناطق يعني هنا أو هناك، وربما الأكثر ربما يستهدف الفصائل العراقية المقاومة باعتبار هي أيضا تضرب من خلال طائرة المسيرة والصواريخ تل أبيب وكذلك حيفا. أسألك عن تأثير وموقف العراق من هذه المعادلة. العراق يعني موقف الفصائل هي طبعا ضد هذا العدوان الغاشم منذ انطلاق يعني طوفان الأقصى في 27 الأول. العراق برمته ضد هذه العمليات طبعا، هو يعني أكد السيد رئيس الوزراء حتى على الموقف الرسمي. نعم رسمي طبعا، رسمي البرلماني الشعبي ضد هذا العدوان، والسيد رئيس الوزراء أكد في أكثر مرة، وحتى في الأمم المتحدة قال عجزت الدول الأمم دول العالم على إيجاد حل لهذه المعضلة. نحن مع الشعب الفلسطيني، نحن مع شعب لبنان، والدليل أنه يرسل مساعدات عينية وغذائية ودوائية وبدأ يستقبل اللاجئين اللبنانيين. موقف العراق هو ضد هذا العدوان ويقف مع القضية الفلسطينية ويقف مع قضية لبنان، ولكن بالنتيجة هو يدعو إلى وقف هذا القتال ودعوة إلى الجامعة العربية لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا التطور الأخير الذي يقوم به الكيان الصهيوني لمحاولة الدخول إلى لبنان. واقعا هناك نشاط دبلوماسي من جهة العراق يقوم به لحل هذه المشكلة، هناك اتصالات مع دول عربية، وفي الجانب الآخر هو يقدم مساعدات إلى فلسطين وإلى لبنان باعتبار يعتبر هذا موقف عقائدي وإنساني ووطني لا يمكن التخلي عنها، ولكنه يذكر المجتمع الدولي دائما وأمريكا بأنه عليه مسؤولية إنسانية وأخلاقية أن تتدخل لوقف هذا العدوان تجاه الشعب الفلسطيني ولبنان. تأثر وتأثير العراق في هذه المعادلة؟ واقعا نعم، العراق في قلب العاصفة. واقعا العراق أولا هو يعني موقع استراتيجي، يعني من بين في غرب آسيا يقع، وكذلك موقع رابط بين يعني الدول العربية ودول أوروبا، خصوصا في هذا المشروع الجديد طريقة التنمية، هاي اثنين. ثالثا هناك فصائل مقاومة ترفض هذا العدوان كيان الصهيوني على فلسطين وعلى لبنان، وهي تتحرك ومشكلة تأثير وفاعلية تجاه داخل الأرض المحتلة في فلسطين، وأعتقد لن تكون في منأى عن يعني وصول الطيران كيان الصهيوني لأهداف. وأنا يعني حقيقة بركم يعني حقيقة أقول للفصائل المقاومة أنها مستهدفة يعني في كل الأحوال، والكيان الصهيوني لن يتجرأ يعني حقيقة يفكر بنفس الوقت، لكن لها التأثير في المعادلة. نعم له التأثير والتحذير واضح أن المنطقة برمتها ستدخل في مواجهات حقيقة في سوريا ولبنان وفي فلسطين وفي العراق وإيران وكذلك اليمن. إذن المنطقة ستكون تتجه إلى مسارات أخرى لا تحمد عقباها وتتعطل أمور كثيرة، ارتفع سعر النفط، هناك مواجهات، هناك خسائر، هناك أمور كثيرة تؤثر على الوضع. جيد أستاذ عدنان، ما هي ردود الأفعال الدولية والإقليمية على الضربات الإيرانية الأخيرة التي جاءت كرد فعل دستوري وقانوني على جريمة اغتيال القائد إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، وأيضا اغتيال الشهيد السيد حسن نصر الله؟ يعني كما نعلم جميعا هذا الكيان لا يحترم أي قوانين دولية، لا يحترم أي شرع للإنسان، قائم على المجازر، يستهدف المدنيين، يستهدف القنصليات والسفارات. هذا الكيان كيان متفلت، كيان لا يوجد ضوابط عنده سوى أنه يرتكب هذه الجرائم، وبالتالي أنا برأيي المجتمع الدولي وبات هذا الأمر واضحا لدى الجميع.
أو ما يسمى بالمجتمع الدولي هو من الداعمين لما تقوم به بين مزدوجين إسرائيل، كل المجازر التي ارتكبت ليس من الآن، منذ قيام هذا الكيان لا نجد آذانا صاغية، لا حسيب ولا رقيب ولا أي جهة حاولت أن تحاسب ما ارتكبه هذا الكيان في غزة من مجازر بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وشباب، ما ارتكبه في لبنان عائلات بأكملها فنيت حتى اللحظة، لا حسيب أو لا قوانين نجحت بردع هذا الكيان. وبالتالي أنا لا أراهن أبدا على ما يسمى بالمجتمع الدولي لمحاسبة، لا لا، طبعا على لكن على رأسها صعيد منظمة دستورية المجتمع وقانونية الدولي هذا أو الرد، منظمة الأمم المتحدة. أستاذ أنا عدنان، برأيي أستاذ عدنان، لكن على هذا صعيد الكيان دستورية يفهم شيء وقانونية هذا الرد، بلغة القوة، هناك عليك من أن تفقد هناك بعض نفسك الدول التي أمامه. أيدت وبالتالي هناك بعض الدول التي أيدت وشرعت ورأت بأن الرد الإيراني هو رد دستوري وقانوني على ما قامت به أو ما قام به الكيان الصهيوني من اغتيال داخل العاصمة الإيرانية طهران. هذا الأمر طبيعي، إذا هناك أي دولة تحترم القوانين الدولية تؤيد الرد الإيراني، من حق إيران أن ترد على العدوان الذي تعرضت له في أكثر من مناسبة وفي أكثر من وقت. بالتالي نعم، هناك بعض الدول ما زالت ترى بأن أي دولة، إيران أو غيرها، تتعرض لعدوان من حقها الطبيعي، هذا ما أقرته أساسا شرعة الأمم المتحدة، وبالتالي من الطبيعي أن نسمع هكذا أصوات. لكن الغريب أن الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية الأخرى حتى اللحظة لم تدين إسرائيل بأي جريمة ارتكبتها، ونحن أمام إذا مشهد أصبح بات واضحا، الصورة واضحة لدى الجميع بأن هذا الكيان لا رادع له، خاصة من قبل الدول الأعضاء بمجلس الأمن الذين هم طبعا يملكون حق الفيتو، على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، كل هذه الدول لربما بسكوتها تعطي المبرر وتشجع هذا الكيان على ارتكاب مزيد من المجازر والعدوان على الدول، لا سيما إيران أو غيرها، لبنان، فلسطين، غزة. أنا برأيي ما يجري الآن في العالم، نحن أمام مشهد جديد، نحن أمام خريطة سياسية أخرى بدأت ترسم في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى فرض نوع من جيوسياسية جديدة في المنطقة تترأسها وتحسب من خلالها المصالح الإسرائيلية في هذه المنطقة، وما يجري الآن هو استهداف آخر المعاقل المتبقية لرفض هذا المشروع، مشروع تغيير وجه المنطقة عموما، وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية بإيران. نتنياهو منذ اليوم الأول أراد أن يضرب إيران، وهدفه المفاعل النووي الإيراني. صحيح أن حماس وحزب الله والحشد الشعبي في إيران وغيرها من القوى المؤيدة والتي تنطوي تحت عنوان المقاومة تواجه هذا الكيان، لكن إسرائيل تسعى أو هدفها الأساسي لا سيما نتنياهو هو جر إيران إلى الحرب تمهيدا لضرب المفاعل النووي الإيراني، الذي يشكل إذا ما نجحت إيران في الوصول أو في الحصول على القدرة النووية، هذا يشكل الضربة القاصمة لإسرائيل. ميزة إسرائيل هذا الكيان الغاصب أنه يمتلك القدرة أو القوة النووية، وهذا ما يجعله المتفوق عسكريا على كل دول المنطقة. إذا ما نجحت إيران في امتلاك هذا السلاح النووي، وإن كانت إيران لم تعلن صراحة عن أنها تسعى لإنتاج سلاح نووي عسكري الكيان مدني، الصهيوني أستاذ لكن عدنان، إذا ما نجحت الكيان إيران الصهيوني في نجح بتصدير هذه الشائعات وإمكانية وجود أن توازن يوصل عسكري رسالة للعالم عن قوة جيشه، وبالتالي كما وصف القبة على الحديدية بأنها التي لا المنطقة تقهر والأقوى في منطقة عليه. الشرق الأوسط. لكن ما رأيناه ليلة أمس وحتى في الهجوم الأول وحتى في 7 أكتوبر بأن القبة الحديدية ومنظومات الدفاع الإسرائيلية هي عبارة عن أكذوبة، فمن المؤكد أن كل ما تروج عنه حكومة أو الصهاينة بأن سلاحها لا يقهر وتمتلك العديد من الأمور والأسلحة المتطورة ستكون حالها حال القبة الحديدية وغيرها ما شاهدناه. أنا إذا أردت رأيي، أنا برأيي بعد الضربة الإيرانية أمس لابد أن هناك اتصالات، اجتماعات على أعلى المستويات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الغاصب إسرائيل لدراسة نقاط الضعف التي حصلت ولدراسة إمكانية تطوير وطبعا تزويد وتطوير
منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي طبعا اخذين في عين الاعتبار اذا ما عادت ايران وردت على الرد الاسرائيلي المتوقع. لكن تبقى برايي حتى اللحظه على الاقل بان القدره الصاروخيه الايرانيه التي اثبتت امس نجاحها وفشل منظومات الدفاع القبه الحديديه وغيرها اثبتت فشلها في التصدي لهذه الصواريخ. انا برايي حتى اللحظه ايران ما زالت تمتلك الورقه الرابحه العسكريه على هذا الصعيد والتي لم تعلنها لغايه اللحظه. يعني ايران حسب تصريحات الحرس الثوري لم تكشف اوراقها الحقيقيه والقويه في المنطقه، ولكنها كشفت الجزء البسيط فقط. صحيح، هذا ما اعلنه المسؤولون الايرانيون عندما قالوا باننا لم نستعمل بعد القوه الصاروخيه الاساسيه في هذا الاطار، وحتى عدد الصواريخ الذي اطلق امس على هذا الكيان حوالي 200 او 250 صاروخ، هناك الاف بل ربما عشرات الاف الصواريخ، وهذا طبعا يشكل كابوسا لاسرائيل وحتى يشكل كابوسا للدول الداعمة لها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. سعد عدنان، بقدراتها المتطورة التي يتحدث عنها أو ما أوصلتها عبر البروباغاندا والدعاية إلى العالم عن أنظمتها الدفاعية، أسألك ما هي النسبة التي استطاعت أن تصدها ليلة أمس من صواريخ الجمهورية الإسلامية التي دكت تل أبيب؟ لربما بين 5 إلى 10% فقط. بالمناسبة من صد الصواريخ أو من حاول التصدي للصواريخ ليست إسرائيل وحدها، أنا برأيي الأردن شارك، وهناك دولة عربية، هذا ما أعلنه العدو اليوم، سمعت هذا البيان بأن هناك دولة عربية تمنت أن يذكر اسمها وأظن أنها السعودية والأردن إضافة لإسرائيل، وبرأيي حتى أن بعض منظومات الصواريخ الموجودة، صواريخ الدفاع الجوي الموجودة لدى إسرائيل، هناك خبراء عسكريين أمريكيين موجودون الآن في الكيان، وبالتالي يعملون على تطوير ربما وتحديث هذه المنظومة. إذن كل هذه الدول مجتمعة تصدت للصواريخ الإيرانية بنسبة 5% فقط، ماذا يبين هذا الأمر؟ لم أسمع السؤال عفوا. يعني كل هذه الدول المجتمعة استطاعت أن تصد 5% فقط من الصواريخ الإيرانية، ماذا يبين هذه الأمر وماذا يوضح للناس من الأكاذيب التي مارستها ومارسها الكيان الصهيوني وجيشه الكرتوني في المنطقة؟ طبعا يدل على فشل، الجواب هو يدل على فشل هذه المنظومة بشكل واضح وصريح، والدليل النتائج التي شاهدناها بأم العين، كل العالم شاهد كيفية تساقط الصواريخ الإيرانية على الكيان الغاصب، وبالتالي هذا فشل ذريع، وهم أدركوا هذا الأمر جيدا، وبالتالي بدأوا يحسبون حساب إمكانية حصول هذا الأمر مرة ثانية وثالثة ورابعة إذا ما توسعت رقعة الحرب. أنا برأيي حتى اللحظة إيران تمتلك المبادرة، ننتظر ردة الفعل الإسرائيلية وبالدعم الأمريكي طبعا نتيجة بهذا الخصوص، لنبني على الشيء مقتضى في حال طبعا كانت ردة الفعل الإسرائيلية كبيرة، وأظن أنها لن تكون كبيرة، ستكون محدودة ومدروسة جيدا إدراكا للولايات المتحدة الأمريكية قبل إسرائيل بأنه إذا ما كان الرد الإسرائيلي، خاصة إذا ما طال المفاعل النووي الإيراني، سنكون أمام مشهد آخر، وسنكون أمام مرحلة أخرى، وسنكون أمام ربما تحول، أسمع صوت انفجارات كبيرة الآن في بيروت، تحول ربما كبير جدا بمسار ربما هذا الصراع الذي امتد لأكثر من 70 سنة مع هذا الكيان الغاصب. بردا وسلاما إن شاء الله على لبنان وأهل لبنان. أسألك أستاذ قاسم، العدو الصهيوني عمل كثيرا على الإعلام والدعاية ونشرها منذ سنوات طويلة داخل الشرق الأوسط وفي العالم بمساعدة الأدوات أو بعض الأدوات العربية من وسائل إعلام ومواقع ومرتزقين حتى من الشخصيات البارزة والتي لها تأثير بهذا المجال. أسألك، لماذا الإعلام العربي يسلط الضوء على أمور الفتنة والتشكيك ودعم الكيان الصهيوني بشكل غريب جدا؟ نعم، واقعا يعني العالم العربي للأسف يعني يعيش في
سبات والوعي. نحن نحتاج إلى الوعي في هذه الظروف الصعبة والمواجهات والأزمات، وأن نستلهم أو نستوعب ما يحدث بصورة صحيحة، وبالتالي علينا أن نكون حذرين من بعض الصفحات، من بعض التصريحات، من بعض القنوات. بعض القنوات للأسف العربية يعني تنظر يعني القضية الفلسطينية ولكنما يعني قضية مركزية إسلامية أخلاقية أممية، وحتى يشككون يعني بضربة جمهورية الإيران الإسلامية باعتبارها مسرحية. طيب هي مسرحية، يا ريت نشوف من الدول العربية الأخرى مسرحية مشابهة حتى نقتنع وحتى نصفق لهذه المسرحية. واقعا البعض مو مسرحي، ما يجرؤون يشاركون، ما يجرؤون يصفقون، نعم، او يشاهدون هذه المسرحيه. مع العلم الشعوب ما يجرؤون ان يؤيدون هذه المسرحيه بكلمه. نعم، لكن الشعوب لاحظنا احنا بوسائل الاعلام الشعوب كلها كانت يعني متضامنه مع هذه الضرب، سواء في الاردن، سواء في فلسطين، سواء في لبنان، سواء في العراق، سواء في كل الشعوب العربيه متضامنه وتصور، وكلها زهو وفرح في هذه الضربة. واقعا كان الصهيوني مطلوب أن يضرب مثل هكذا ضربة حتى يقف حتى وحتى يحسب ألف حساب. لقد تمادى كثيرا واقعا في هذا المسألة الإعلام. واقعا بعض القنوات الفضائية وخصوصا العربية تنظر لها وكأنها لسان حال كان الصهيوني. بالضبط. أنا ألاحظ يعني للأسف وأتابع يعني نشرات أو استضافة بعض الشخصيات، أحدهم يقول لماذا إيران هي من تقود يعني لتحرير القدس. أنا لم أشارك في هذه وجهة نظري، ولكن ممكن أن أشارك إذا كانت مصر أو الأردن تسعى لتحرير القدس. طيب دولة إسلامية وقامت بهذه المهمة بعد من رأت أن العرب روح شارك من اللي لازمك، روح ادعم، شارك في كلمة، في مقولة، في تطوع، في موقف، في موقع معين حتى تنصر القضية الفلسطينية. للأسف الشديد الإعلام يعني حتى أثر. المساعدات الإنسانية يعني ضعيفة جدا ومخجلة. نعم نعم، باستثناء العراق واقعا وقف وقفة مشرفة ووصل يعني كل المساعدات بأنواعها طبية وإنسانية ولوجستية وغذائية، ولا زال يستقبل يعني الشعب اللبناني. واقعا نحتاج إلى وعي، ووعي مدروس، ويجب أن يتم الرد على هذه الشائعات وتصحيح بعض المعلومات. نعم. والمحاولة الرد على تشويه بعض الحقائق الموجودة واقعا. مفروض هي مسؤولية مشتركة، ونحن نواجه عدو واحد، والشعب العربي مسلم في فلسطين، والشعب العربي في لبنان مسلم، وكل الشعوب التي تنادي بتحرير القدس هي دول إسلامية واقعا. وواجب على الشعوب أن تنهض بهذه المسؤولية وتضغط على حكامها لتغيير مواقفها، وبالتالي القيام بواجباتها تجاه هذه القضية. واقع القضية الفلسطينية للأسف يعني باستثناء دول المحور هي اللي تقوم بالدفاع عنها، وعلى هذا الأساس للأسف الشديد الإعلام لم يأخذ مجرى بصورة صحيحة. نعم. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ قاسم الغراوي أشكرك جزيل الشكر، والمحلل السياسي من لبنان عدنان عملوش أشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.